طيب ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال. درس النهارده برضه هنعمل شورت هاند عشان نسهل موضوع اللوجن ده تاني، او موضوع الاوثنتيكيت يوزر تاني. دايما خلي بالكم ان انت كل ما تعمل شورت هاندز اكتر، كل ما تخلي البرمجه اسلس والتعديلات ابسط. يعني لما تعدل في حاجه هتلاقي نفسك تعدلت في حاجات كتير. طيب ما تنسوش تدعوا لنا، دي اهم حاجه، ويلا بينا نشوف الشورت هاند اللي عملناه النهارده. طيب اول حاجه بس انا عايز انهانس في حته صغيره. لو رحنا هنا على اللي هي النيو ريكوست، النيو ريكوست احنا هنا بنعمل فاريبل، اللي هو الفاريبل ده فاريبل ملوش لازمه اصلا، مش عارف ليه احنا عاملينه، بس هو حاجه ملهاش لازمه المفروض ما نعملهاش. تمام، ممكن ناخد دي كده الريكوست ده على طول كده نحطه هنا بس. تمام، بس ده طبعا معناه ان انا هنا ده عشان بيرتيرن ريفرنس بوينتر يعني، فهنا دي الريكوست اللي هي كلوجر نفسه، كلوجر بيرتيرن فاليو مش ريفرنس. تمام، فانا محتاج ان اقول له هنا ايه، اعمل لي الريفرنس بتاعك ده هيرتيرن ريفرنس بالشكل ده، وده كمان بوينتر، وده هيرتيرن الريفرنس بتاعك بالشكل ده. فانا هنا وفرت على نفسي ان انا اعمل فاريبل زياده يعني. تمام، طيب بص بقى هنا احنا محتاجين نعمل ايه في اليوزر. خلينا بس عشان يبقى الكلام منطقي، طالما احنا هنعمل اوثنتيكيت يوزر، يعني يوزر يبقى اوثنتيكيت، يبقى لازم يكون هنا في الاوث يوزر. هنعمل هنا فولدر هنسميه يوزرز، او ملف هنسميه يوزرز. ليه؟ لان انا دلوقتي بتشيك اذا كان يوزر اوثنتيكيت ولا عامل لوجن ولا لا، فمنطقي يكون الكلام ده في الاوث يوزر. طبعا هي هنا عملت علامه جراي، لان احنا هنا معرفنا في الراوتس، لو احنا على الراوتس بتاعتنا معرفنا في الفيستورز، يعني احنا على الراوتس على الفيستورز هنلاقي ان هي موجوده هنا في الفيستورز. تمام، طبعا احنا مش محتاجين هنا اصلا، احنا محتاجين دي ناخد دي كده كات من هنا اصلا، ونروح نحطها في الاوث راوتر هنا، نقول ان هي موجوده في الاوث راوتر او الاوث اوث كريت يوزر بس كده، عشان الموضوع ميك سنس. بس يعني دلوقتي حاطط الراوت بتاعها في الاوث، تمام، وحاطط الفانكشن نفسها في فولدر اوثنتيكيت، منطقي جدا. طب تعالى نقفل الاذرز كله، عايزين نقفل كله. تعالى بقى نريح اليوزر. طب احنا ممكن نعمل شورت من هاند هنا ازاي؟ بكل بساطه ممكن نعمل فانكشن، الفانكشن دي هترتيرن لي الريكوست، يا هترتيرن لي الريكوست، يا هترتيرن لي الريسبونس، حاجه من الاثنين. تمام، فنوفر على نفسنا كل الكلام ده كله بدل ما نروح للريسبونس والكلام ده كله. طيب هنعمل ايه بقى؟ تعال ناخد دي كده كات من هنا. تمام، نروح على الريكوست، هنحط اللوجيك ده هنا كده، نقول هنا فانك، نقول هنا اوث او ريكوست، اور او نقول هنا مثلا اوث ريكوست مثلا. طبعا التسميات لازم تبقى مسمي الحاجه بالظبط يعني عشان تبقى الدنيا لذيذه معاك. طيب هنا بنعمل ايه؟ اولا هنا هناخد هنعرف فاريبل جديد، الفاريبل ده هيكون فيه نيو ريكوست وذ اوث. تمام، طبعا هناخد دي كده. تمام، و هنقول له بريتيرن ريكوست، وي هنريتيرن مثلا ايرور مثلا. استنى هنا ايه، نعمل كده البراكنسز وهنا ايرور، او نقول مثلا بول بولين يعني ترو فولس. تمام، طيب لو انت اوثنتيكيتد، يعني لو انت هنا اوثنتيكيت يعني ينفع تكمل، ينفع تكمل، هنقول هنا ريتيرن الريفرنس بتاع الار. تمام، وي ريتيرن ترو. اوكي، طبعا هي هنا جايبه ليه؟ لان دي اصلا بتريتيرن ريفرنس، فانت مش محتاج تحط ريفرنس. او هنا بقى هنريتيرن نيل وهنريتيرن فولس. تمام، او ممكن نريتيرن الار عادي، يعني ممكن نريتيرن الار برضه، يعني اللي انت عايزه. تمام، طيب
لما ناخد بقى الريكوست ده هنا، احنا قلنا ايه؟ هنقول هنا ال r و both بالشكل ده هيساوي اللي هنا ال application dot both request، وهنديها c. تمام، هنقول هنا if both، if لا يساوي both return وخلاص بالشكل. فهنا شورت هاند يعني ايه؟ يعني هو هنا ايه الفانكشن دي بتاعت الاوثنتيكيشن بتعمل ايه؟ هتروح تجيب الاوث يوزر، تروح تجيب الاوث يوزر تشيك هل انت اوثنتيكيت. لا مش اوثنتيكيت، خلاص هحط لك ايه الريسبونس ده واقول لك انا هريترن لك. تمام، لو انت اوثنتيكيت يعني بترو، خلاص كمل الريسبونس عادي مفيش مشكله. تمام، هنا بقى احنا عملنا ايه؟ قلنا له ان الفانكشن دي هترترن لك بالار اللي هي الريكوست، تمام، وهترترن لك بالاوث، الاوث دي عشان هتشيك بيها. تمام، لو ما فيش اوث ريتيرن خلاص مش محتاج اعرف حاجه تاني. تمام، طيب لو عملت هنا تعال نجرب بقى القصه دي الدنيا ماشيه ازاي. ريفرش، دلوقتي الدنيا مظبوطه، فالمفروض ايه يرجع لك اليوزر فعلا اللي انت عامل بيه لوج، مفيش مشكله فيه. تمام، تعال نبعت اي حاجه غلط، دي قال لك يو نوت اوثنتيكيتد اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام، فاصبح انا عندي شورت هاند اهو، شورت هاند ان انا اتشيك اذا كان اليوزر اوث ولا لا، لو اوث تمام مش اوث يلا توكل على الله. تمام، طيب ده كان بالنسبه لي درس النهارده، ان انت تعمل شورت هاند، وعملنا انهانسمنت في الحته بتاعت الجزء ده. تمام، بالمره كده عشان نبقى احنا برضو فايقين وما ننساش نعمل الحته دي، هنروح الابلكيشن. لو رحنا الابلكيشن في نفس الفكره بالظبط، فاحنا برضه هنشيل دي كده من هنا، هنقول ارسل لي بالاب بالشكل ده، نرن مفيش مشكله. فانا كده شلت الفاريبل برضه ما كانش ليه لازمه، تمام، وظبطت الدنيا بتاعه الحته دي. طيب ده كان بالنسبه للجزء ده، ممكن برضه نرتن بالريفرنسز هنا عشان لو عدينا اي حاجة تمام، ودي هتتشال بالريفرنس. اوكي تعال نرن كده، طبعا في ايرورز هتبان لك، يعني في ايرور هنا بيقول لك ايه، هنا بيقول لك كلوز كونكشن بياخد الاب. طبعا الاب في الكيس دي ريفرنس، فانا مش عايز هنا احط الايه الريفرنس بتاعي. طبعا دي برضو هنا اب دي ريفرنس هنا، فمش محتاج احط كده. هنقول نعرف رن، الدنيا شغاله اهي. تعال نهيت الاي بي اي بتاعتنا عشان نتاكد ان مفيش اي مشكله. نوت اوث، هنشيل الحرف دي في القصه، هنقول سند. تمام، الدنيا كده شغاله بشكل تمام جدا 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 جدا. طيب ده كان بالنسبه لدرس النهارده، اشوفكم الدرس الجاي، سلام.